أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أوف، لك صاعي؟ شو صارت الساعة؟ نحن كلياتنا فانا أمكن الساعة ما فايت، معقول الساعة نايمة؟ قوم عبدة، ترك كل شي من إيدك قوم، قوم شوف أمك نايمة ولا فايقة، شوف إيش القصة قوم. قولك انتوا الاثنين اغبياء، حدا يرمي عليه قنبلة، ايش عم تستنوه؟ قولك انا معي لا، قول الفصعون اللي جنبك. قولك انا ما معي، ما معي قنابل. قولك عبالك قوم شوف امك، عم بحكي مع حالي انا قوم. ماشي ما بتكرم، خدوج تركي من ايدك قوم شوفي امك اذا نايمة يلا. ما بدي اف بفتح كل شغلة انا. قوم جودة قوم شوف امي فائت ثلاث ساعة. اف لا يا يعني طابي راسي بالاخير، يعني بابا بقول لعبادة عبادة بقول لك الك انت تقولي لي لحد يقول لي انا مالي علاقة. اسمع كلمة اخواتك الكبار مجودة، قوم يلا قوم انت يلا. تك يا الله. اضحكوا اضحكوا انتوا اضحكوا انا بفرجيكم. قايم ايش هالجمعة الحلوة؟ صباح الخير، من ايمت فايقين لك؟ صباح النور ام عبادة، صار الظهر بكير، كنت بعت مجودة اشوفك فوقتي لنايمة الساعة صار معك، بعدين بتعرفي انا اليوم معطل بدي العيلة كلها تفطر سوا؟ بعرف بعرف، العين تطقك لكن ما بعرف، بس اخذتني نومة يعني، بعدين في سندريلا انسي ام كرش، بركي عم تلعب ببجي بدل ما تقوم تسير فطور عني، خذ بقى، خذ بقى هلا على كلام سم البدل من عند الصبح، يعني امي ببرك بمسك تليفوني وبلعب باحترام وبحترم حالي وما بغلط على حدا ما بيعجبك، بقوم بتقولي لي ما بتعرفي بتساوي شيء. بقوم بعمل اكل بتجي كمان ما بيعجبك وعلى اشهر منظر اشهد اللي عملتي والله عندي علاقة فيكي وامك داعي عليكي امي ارسي على قرار عشان نفهم عليكي يعني او ماي جاد وعم ترفعي صوتك وعم تحكي معي اجنبي كمان يا بنت الصرامي يعني امي الحوار بيناتنا لازم عطوه ينتهي بضربة بابوج ما بصير ها وهي دير التوتشي كمان سكرت امي عشان ما تقولي عم تدي جواب شلون يعني ما بتعرف؟ انت علمتيها لما علمتيها يا ام عبادة؟ علمتها لك ما علمتها العين تطرقها ايه خلص لك خليكي بيكي قومي يا بنت يلا تركي كل شي من ايدك قومي اعملها فطور يلا نعم مين؟ انا؟ عم تحكي معي انا بابا؟ لا عم بحكي مع امي عم بحكي مع امي انا قومي يا بنت يلا ما شايف امك تعبانة يلا اخ ظهري ولي ولي دخيلكم ظهري عم بوجعني كتير هلا صار ظهرك عم بوجعك امي بسيطة طيب انا عندي اقتراح اسمعوني بما انه جبت سيرة امك اللي هي نانتي ايش رايكم نلم بعضنا كلياتنا هلا ونروح لعندها نفطر عندها بتعمل فطور شي بشهي ولك شايف شايف شلون عم تتمقلس وبتخفف دم مشان تعرف الحق معي لما بقوم بس ولا بالبابوج هلا اسمحوا لي بهالمداخله هي بس انتو يعني مستوعبين ايش عم تعملوا هلا بدكم هي المفعوصه تدخل على المطبخ تعمل لنا فطور ولك انتو بتتذكروا بس اخر مره اخر مره لما دخلت على المطبخ تعمل اكل الساويت حرقت الفرن ولب الاكل كلياته لا واخر شي طلعت من المطبخ ومعه صحن زيت وزعتر قاطع فطر وقال لا اتذكر ولسه لما كانت طالعه من المطبخ وعم ترقد عم تقول باركولي باركولي انا ايش قلت البنت اكيد نجحت وطلعت علامه تامه طلعت باخير ايش عامله طيب خلص اندومي قال اندومي ايه ايه خلصتوا خلصتوا لسه عم تذكروا غير شي وانت ولك مجوده نجس طالع حسين هلا صرت تحكي خلصتوا مسرحيتكم المسخره للساع قايمة افرجيكم هذا الفطور شلون بصير قايمة اعمل لكم فطور اخليكم تاكلوا اصابيعكم ورا طولوا بالكم ايه الحمد لله طلع عندك شوية ذوق وحسيتي شوي على حالك لنشوف ايش رح يطلع معك بالاخير اثر فيها كلامنا اثر ولك هي دخلت عن جد ها الله يستر الله يستر شكلنا اليوم رح ننام بالمشافي بابا معك مصاري مو معك مصاري زياده لانه شكلنا اليوم العيله كلها رح تدخل على المشافي غسيل معده والله شكلي انا رح احطه بديليفري من برا لا لا ان شاء الله ما بصير شيء بعدين اختك تخريج امك يعني اكيد رح يطلع معها شيء مرتب وانتو يا حلوين يا امامير لحد هلا عم شوف الفيديو ما له حيط الطايك يسخرنا لايك ساخر طايك يا عيني عليك فعلوا زر الجرس كمان عشان يصلكم اشعار على كل فيديو بننزله وبالمناسبه كمان شكرا على 300,000 مشترك ويلا مع بعض على 400 وعلى نص مليون كمان يلا حكوا لنا حالكم شوي اشتركوا القناه وفعلوا زر الجرس بقى بقصار بالفطور كأنه طورت هيك كثير بالمطبخ بقى ها قومي شوفيها يا حرمة قومي شوفي ايش صار معها قومي شوفيها ايه والله معك حق صار لها ساعة بالمطبخ لا سمعنا منها لا حس ولا خبر يا ربي تخيلك ايش في صار قولي مطبخي مطبخي احترق يخرب بيتي اركضي اركضي لحقي مطبخك احترق قلت لك خدجي قلت لك خلينا نطلب دليفري من برا خدوش هلا رح تاكل قتل
يا ترى شو بك امي؟ شو بك ولو اسمعي بدي اياك تثقفيني كثير يعني ولو ما يمشي حال طاولة بعدين ايش بك خايفه يعني بعملكم فطور ليوم قصدك على الصوت اللي طلع من شوي ولك هي حركه شفتها على اليوتيوب من واحد شيف حركه كثير حلوه قلت اقلدها يعني لا تخافوا رايحه اعملكم فطور رح تاكلوا اصابعكم ورا عندي قولك ايه ده شيف فوقينا حركات انت خرج حركات لك انت بدون حركات ما بطلع معك شيء خلصينا بسرعه بقى اجي اساعدك لا امي معلش رحي لي حالك هلا تجي بتساعديني بعدين بتصيري بتقولي انا اللي عملت الفطور معلش روحي استني معهم برا انا خمس دقايق وبجي بستخركم روحي الله يستر بس ماني مطمنت لك الله يستر بس بسرعه خلصينا خفيها شوي البرا جاعوا صار يصرعوني بدهم ياكلوا بسرعه ليك البنت عم تعمل فطور ظلمتوها يخرب بيتكم عملت لكم ايش فطور شي بشحي تربيتي هاي يعني ايشو مطمن رح نفطر اليوم انا ما رح نفطر يعني عيب عليك عبالك تربيتي خلاص اطمن هلا عن جد امي بدك يعني نطمن بعد صوت هالانفجار اللي صار بالله هلا الحركة اللي بعد ايش رح يصير رح يلب البيت كلياته خلاص انا رح احطه باوردر من برا انتو خليكم عم تستنوه وقت ما تخلص لكم وانا كمان عبد الله وفقك وصيني معك ايش معك ايش من كان باكل ما بدي اكل من ايدي الخده وش بخوت لانه خلاص معناها احسب حسابي معكم كمان وقفت علي سوى ثلاث وجبات ما حدا بص على شيء من برا ناكل البنت عملت الفطور خالصه خمس دقائق وتسخركم لا حدا بص شيء من برا الطاوله خلصنا بقى واريضه بعدين مع هالحالة معك قولوا بعدين هالحالة معك يا عم عبادة هذا ما صار اسمه فطور صار اسمه غدا هاد يعني خلصونا بقى والله معك حق على اساس قلتي خمس دقايق بس على هالحالة اذا بتم هيك الاكل ما رح ناكله غير على العشاء ولك وينك ام كرش ولك شقد بتحبوا تعيطوا شقد بتحبوا تعيطوا تعوا خلصوني الفطور جاهز يلا ايه واخيرا فوري جت قوموا يا اولاد قوموا خلصونا بقى يس فرطنا من الجوع والله كان لازم اجيب معي حبل التسمم لانه راح اتسمم ظاهر ان شاء الله ما تكون خبصت يا رب 2 hours later بسم الله الرحمن الرحيم واخيرا بقى لحظه ليش هيك طعمت البطاطا الحمد لله هالمرة ما انا اللي حكيت هو اللي حكى عشان ما تقولوا عشان تعرفوا لما بحكي انا بتقول علي انت ما بيعجبك العجب قرار انعم انت قرار ما بيعجبك العجب خليك على سكت ما حدا اخذ رايك انت امي كلي وهاتي رايك شلون انك ايه والله في طعمه غريبه صح مجوده في شيء طعمته ما طيبه هيك مثل كاني محروق وريحته ما حلوه لحظه استنوا شوي عرفت خدوج انت عملتي بطاطا بزيت شو ايش بزيت شو بالعلبة اللي جابها امبارح وبعدها هي تحت بالخزانة يا ربي دخيلك عملت الاكل بزيت السيارات اللي جبت لك اياها امبارح شو يعني؟ يعني انا هيدي رح تصير على ايد وحدة مسروعة عملت رئيس سممتني بزيت سيارات ولا ليقوم اصير عامل يعني حركات مثل السيارات لازم احسن شيء اركب زمور سيارات بدي ادمي زمور بي ام دبليو مش اطالع صوات حلوة بي ام حلوة لانه ايه مسخر انت كمان ما تمسخر كمان انك هي رح تموتنا زيت سيارات زيت سيارات يا سرماي يا بنت الصرام يخرب بيتك من حالك طوي بالك امي والله ما يعرفين انت ليش كنت عصبية طوي بالك ليش عصبية صح الموضوع ما بيستاهل معك حق انا ليش معصبة يعني بالعكس روا ريلاكس انا ليش تعصب ما بتعرفي زيت السيارات من زيت القري يا بنت الصرامي وين بابو جيتك وينه حاج ولك حاج لازم تشكروني نخرتوا جسدي او ماي جاد اشكرك بدك اشكرك البنت بدها اشكرك ايه ايش عليه تكرم عيونك ولسه واقفة بالطرق يخرب بيتك من حالك انا هلا راح افرجيكي شلون الشكر بصير بس على طريقتي الخاصة يا رب قولي ما كفاكي ضرب البابوج امي بلم عليك وان اهل الحارة كلنا هولي قولي دخيلكم استني جاي معك بدك تسمميني يا بنت الكلاب والله لاشربك بعيد عني زيت سيارات كلها تتعي لك يا عيني عليك ها مجودة قوم بسرعة دبر تليفوني جيبه بسرعة ورحقني ساعة خلينا نصورها هي عتاكو قتل مش هنزلك بسرعة مو بس هيك كمان لما بيجوا رفقاتي بنات بطالع الفيديو بفرجيهم اياه وبنزلها قدامي وبخليها تعمل اللي بدي اياه عشان ما افرجيها لرفقاتي والله وعدتوا ما حدا سمع عليك يا خردوج واخيرا جايكم